السلام عليكم ورحمه الله، كي دايرين؟ لاباس. الفيديو ديالنا اليوم نشارككم واحد الطبق صيفي بالخضر والدجاج، كيجي رائع بزاف، كيجي رائع. نحتاج الدجاج، عندي هنا التوابل، عندي خرقوم، البزار، ملحه، سكنجبير، تحميره، عندي هاد الكميه الدجاج، عندي هنا واحد الحامضه، عندي الثومه محكوكه، عندي هاد الخضر، عندي الكورجيط، عندي البطاطا، عندي مطيشه، عندي هاد شويه ديال الكرافس. دابا غادي نبداو الطريقه ان شاء الله. بسم الله. دابا غادي نحمل التوابل باش نشرمل هنا الدجاج والخضره. دعمونا بواحد اللايك للفيديو وشراكه، جزاكم بخير. مرحبا بكم كاملين في هذه القناه وتواضعها. نتمنى هذا الشيء يعجبكم اللي كنديرو. غادي نحصر هذه الحامضه، حليتها الدراري بحال هكا العطيمات. بارك الله فيها الماء. صافي هادشي راه كافي. غادي نحط واحد شوية الهريسة، ثومة، زيت، زيت كيما كان بلدي اللي كان، شوية د الماء، بحال هكا هاد العطرية. نجيبو الدجاج، نشكوه شوية هكا باش يدخل فيه. حنايا درنالو بحال هاد الشكل باش كتدخل فيه العطرية. حنا دابا كنعملولو بحال هكا باش تدخل فيه العطرية هكا مزيان. نخليو حتى بلاصة كيما كتشوفو، الصدر حتى هو كنشد الخور على هاد الشكل. هكا باش كدخلو العطرية من جميع الجانب، جميع الطراف. دابا نخلي شويه هنا مرقد ونقطع الخضره. دابا نقطع هاد البصله كاير، شويه تكون رقيقه. هاد الدجاج هنا في الطبصيل هنا باش نشرمل في هاد الشرميلانية الخضرة.
نجيب هاد المول فيها نطيب صافي شويه البصل نسيف بحال هكا نحاول نقادها صافي غادي نزيد الخضره الاخرى غادي نهز هاد الكرافس نعملها بحال هاد الشكل نقطع دابا هاد الجزر نحاول نقطعو شويه رقيق صافي بعد ما قطعنا هاد البصلة ومطيشة من هاد الكرافس دابا نعملو الجزر نقطعو تاني البطاطا و الكورجيط نستف هاد البطاطا هكا خليتها بلاصة خاوية ندفع هكا الطراف صافي دابا كنقطعو القريعة
ندخل فيها الشغله مزيان. غادي نهلي هذه الكره هكا، دوز عليها كامله. صافي دابا غادي نعمل الدجاج. الميله اللي بقات عليه صافي. دابا غادي نزيدو واحد شويه الزيت، الزيت ولا الزبده اللي حاضر. صافي وندخلو دابا يطيب. ميوجد ان شاء الله غادي نشاركو معاكم. السلام عليكم. الوصفه ديالنا بعد ما طابت كتجي فهاد الشكل، ناكلوها هكايا ولا نهزوها هكايا، كل واحد نعطيوها في الصحن ديالو. كتجي زوينه وخفيفه صيفيه. نتمنى تعجبكم، الا عجبتكم المشاركه خليونا التعاليق، زعما كيشجعونا واللايك ما تنساوناش. السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.